وسهلا فيكم مشاهدي ومتابعي مسك من وين ما كنتوا عم تحضرونا وتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج على مائدة السلطان. ونحن فعليا اليوم بفرع السلطان، حلويات السلطان بمنطقة الفاتح باسطنبول. خلونا نرحب سوا بالأستاذ علاء خميس، مدير شركة السلطان العالمية بتركيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ علاء. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب. أستاذ علاء، اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم صراحة، وهو الحلويات الرمضانية المشهورة بشهر رمضان اللي بيكتر عليها الطلب أكيد بشهر رمضان المبارك. من وجهة نظرك شو هي الحلويات المعينة اللي أكتر بيجي عليها طلب من قبل الزبائن؟ حقيقة الباقة إجمالاً باقة الحلويات عريضة، وبرمضان الحقيقة بتتوسع بشكل كبير، وفي اكيد اصناف تطلب حصرا في رمضان مع تواجدها بكافه يعني بكل ايام السنه، الا انه برمضان هي اشد طلبا. ما بعرف ما هو السبب، ولكن اكيد في رابط نفسي معين. يعني رمضان مثل ما هو له اجواءه الايمانيه والروحانيه، فبيضفي شيء من هي الاجواء حقيقه الخاصه حتى بثقافه الاستهلاك والتحلايه فيما يخص يعني مصلحتنا ومهنتنا. فبتلاقي في شيء خاص برمضان حتى بنمط الاستهلاك للحلويات. جميل جدا بصراحة، أنا متحمسة يعني عم نحكي عن الحلويات الرمضانية، متحمسة لأعرف شو هن الأطباق بالفعل الأكثر طلب والأطباق بشكل عام الرمضانية الموجودة. لو نعرف عن قرب أستاذ علاء سوا، خلينا نشوف هي الحلويات عن قرب. نحن أمام باقة منوعة وجميلة من الحلويات اليوم، حلويات الرمضانية المشهورة بشهر رمضان. دائماً أستاذ علاء بيكون في زيادة طلب على أنواع معينة من الحلويات، يعني كلنا بنعرف أنه الأشخاص بفضلوا نوع معين من الحلويات عن غيره من الحلويات الثانية بباقي أيام السنة. شو تبريرك برأيك بهذا الموضوع؟ هلأ هو الحقيقة لا يوجد مبرر إلا أنه رمضان، يعني رمضان بحد ذاته هو شهر صيام سبحان الله، فطبيعي انه وخصوصي لما بيشوفوا مائده مزينه مميزه الى اخره. ولكن الحقيقه فعلا في بعض الاصناف رغم تواجدها كل ايام السنه يعني، ولكن برمضان بالذات تطلب بشكل كبير جدا. يعني مثلا نقول نهش بالقشطه، النهش بالقشطه خلاص هذا رمضان، يعني مع تواجده وامكانيه تواجده باي ايام سنه وبكل محلات الحلويات. مثلا لما بنقول القطايف العصافيري بالقشطه كمان نفس الموضوع، تواجدها بيكون يعني والطلب عليها يعني متزايد بشكل كبير. اصناف اخرى مثل الكلاج بالقشطه متواجد، لذيذ كل ايام السنه، نفس اللذه ونفس القوام وما الى هنالك، ولكن فعلا بيكون في عليه اقبال برمضان. يعني بقدر اقول ارتبطت هي نفسيا ارتبطت برمضان عند هؤلاء الزبائن وما إلى هناك، فبيجي اللي يطلب هذا المنتج. تمام. طب هلأ نحن قدام قائمة من الحلويات المنوعة صراحة، حابين نعرف اسم كل حلويات أو اسم كل طبق من هالأطباق اللي قدامنا، وبلش نعرف كل حدا عم يحضرنا هلأ مشاهدين أو المستمعين شو مكونات كل حلوة. هلأ هو أكيد حياخد عديد من الحلقات، لكن نحن باختصار ممكن نخبر المشاهدين وكل مين عم يشوفنا. يعني نحن ممكن نمر مرور سريع، يعني مثلا أنا بدي أحكي عن مثلا العصمالية بالقشطة. العصمالية بالقشطة كمان أكلة طيبة جدا، وفي كتير ناس يعني بيقصدوها حصرا يعني. فأنا إذا بدي أقول مثلا العصمالية هي قوامها طبعا مميز جدا، يعني مثلا هي قطعة العصمالية، قطعة القشطة نحن شايفين بمروح. تمام بالضبط. طبقة كنافة بتنقلى على كل طبقة بينقلوا على حدة، بعدين طبعا بتتقطر وبيكون اوريدي فيها السمنه، وبتنحشها قشطه، خلطه من القشطه بحيث انه يكون يعني قوامها لا انه تشتش الكنافه، أيوة، وبنفس الوقت ما تكون يعني قاسيه كثير. فالعصمليه بالقشطه اذا طبقتين كنافه بيناتهم القشطه، وبترش على وشها الفستق كمان، تتنقش حتى بالقشطه. يعني في ناس كثير بتحب انه كل قطعه يكون عليها قشطه وكرز وما الى هنالك. يعني ممكن نمر هيك مرور سريع على الاصناف الموجوده. يا ريت والله صراحه عن جد. تماما. يعني هلا مثلا النابلسيه معروفه ما شاء الله، اكله النابلسيه الكنافه بالجبنه، مكوناتها ببساطه هي الكنافه مع القطر والسمنه والجبنه، وطبعا تنقش بالفستق وما الى هنالك. طبعا الميزه بقى في ميزات، يعني قضيه كميه القطر الخفيف، نوعيه السمنه المميزه، سماكه الجبنه، هالقصص هي بتلعب دور بالجودة. رح نعرج عليهم معايير جودة المنتج، اكيد رح نعرج عليهم استاذ. الهريسة معروفة مثلا، الهريسة بالفستق
كمان مثل اللوز والمكسرات. هريسة هي عبارة عن سميد وسكر وقطر طبعا مزينة بالفستق أو بباقي المكسرات. جميل. طبعا كمان يعني تعتبر حتى هي بيزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ برمضان أيضا كمان. برمضان طبعا. مطلوبة يعني شهر نعم نعم طبعا. النهش أكلة نهش مرتبطة ارتباط كتير عالي. هي الأكلة رهيبة صراحة. أول شيء تسميتها غريبة نعم. وثانيا طريقة الترتيبة يعني والمكونات اللي عم تكون موجودة فيها صراحة. بالضبط طبعا هي عبارة عن طبقات عجين كتير دافة يعني بيناتها في فضاوات يعني تمام. فهي خفيفة عمليا محشية طبعا بين الطبقتين موجود القشطة وبتتزين يعني بصراحة بقدر ما هي بسيطة غير معقدة بقدر ما هي مطلوبة بشكل كبير بأيام رمضان. ممكن تكون فرض كمان يعني مو شرط على شكل هذا الطبق ما هيك هي كمان ممكن أوقات بتساوى بهيك بقطع صغيرة أيوة تمام مثلا دوائر صغيره شخصيه وما الى هنالك. جميل. الغريبه بالقشطه مثلا الغريبه بالقشطه الغريبه بالقشطه كمان يعني مكوناتها شو الغريبه بالقشطه غريبه وقشطه معناتها في قشطه بالنص طحين سمنه قشطه وبتتنقش بالفستق وطبعا السمنه بتضفي عليها نكهه كتير طيبه ميزتها يمكن كل ما كانت مأمرة كل ما كانت كمان اطيب هلا يعني اخذها شوي يعني بالفرن كتير دقيقه هي الاكله يعني اذا اكلت شوي نار زياده ما عاد صارت مقبوله وكمان اقل صارت طحين يعني ما 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 ده معايير دقيقه لازم كثير دقيقه بالضبط وهي اكلة المدلوقة المدلوقه لا يخفى لا تخفى على احد اكيد هذا الصدر الابيض اللي دائما يعني مغطس ويعني عجينه ما شاء الله كنافه معجونه مع السمنه والسكر والقطر وعلى وجهها طبعا القشطه كمان خلطه من القشطه والفستق اكيد بزينها يعني بحيث انه تعطي هيك لون ونكهه وما الى هنالك طبعا وفي اكله المفروكه بالفستق مفروكه بالفستق هي انا اول مره بسمع اول شيء باسمها المفروكه المفروكه خاصه فينا حقيقه كثير كمان اكله مميزه خفيفه سكر فيها ما زهر وفستق وكنافه وطبعا محشيه قشطة كمان أكلة كتير مميزة حقيقة معتمدة بشكل أساسي كأن على الفستق والقشطة ما هيك؟ بالضبط تماما هي المادة الأساسية فيها أو المادتين الأساسيتين فيها الفستق والقشطة والقشطة وطبعا مثل ما قلت الما زهر لازم يكون كتير الما زهر بشكل كتير متزن بالضبط تمام. في عندنا مثلا الفيصلية الفيصلية وما أدراك ما الفيصلية يعني كمان الطبق الأساسي تعتبر بالضبط فيصلية كتير رهيبة في منا بالفستق وفي منا بالقشطة نعم. كمان يعني بتعطي تضفي لنعبر أكثر يعني نكهة كتير طيبة وقوامها كتير مميز نعم هي شو بيقولوا للشعبيات طبعا هلا في مين بسميها شعبيات شعبيات إلا أنه مثلا مناطق حما حلب إدلب تعلمنا منه خصوصي بهي المرحلة بهالفترة هي الشعبيات هي أكلة يعني أكلة عجين أيوة نعم شيء قشطة وجوز وما إلى هنالك التبس على التسمية بصراحة هي التسمية ملتبسة موضوع الشعبيات الفيصلية في مين بيقول شعبيات إلا أنه هي الفيصلية محشية بالفستق بتنقلها ألي طبعا وفي منها بالقشطة طبعا وفي طبعا الوربات اللي هي كمان مرتبطه ارتباط كتير مهم بطبق رهيب رمضان يعني حقيقه يعني شكل عم يحكي عن حاله يعني اكيد بتشوفوا يمكن وشفتوا العالم كتير الوربات مطلوبه بشكل كبير برمضان مثل النهش والوردات والقلاج والقطايف وما الى هنالك هذول ماكولات الرقائق اللي يمكن بفضلوها العالم كثير حقيقه هيك يعني السر ما بعرف بس ولكن هو فعلا ارتباط بقول انا يعني هيك ارتباط نفسي برمضان والله اعلم في القطايف العصافيري اللي هي كمان القطايف العصافيري اللي اصلا نحن بنقول شو سبب تسميه القطايف هلا القطايف عندك معلومه والله انا هذا الموضوع اطلعت عليه مليا يعني بس ولكن بيقولوا انه القطايف بدت بتقريبا بيقولوا انه اول مين اكل سليمان بن عبد الملك ايوه وحتى باللغه بحثت باللغه فقالوا سميت قطايف لانه كان الضيوف يتقاطفونها يعني من لذتها فمثل اللي عم يقطف شغله يعني ايه بالضبط وهي عباره عن هذا القرص المحشي تماما قرص بمكونات معينه بقوام معين لدرجه انه بس هيك بياخذ هيك لدعه بسيطه يعني عصاج وبعدين بينحشى بالقطايف كمان بيبقى على يعني بقدر ما هي بسيطه بقدر ما هي لذيذه ومطلوبه بايام رمضان يعني. بصراحه انا لفت نظري استاذ علاء هذا الطبق الابيض عباره عن شو فستق الكلاج بالقشطه الكلاج بالقشطه طبعا اكله تكادي انه ما تشوفيها الا برمضان الحقيقه هلا بالنسبه لتاريخ الكلاج ممكن في كتير ناس بيقولوا انه هو بالزمن الفارسي اصلا هي الكلمه بيردوها لاصل فارسي من الحلقه يعني والدوائر وما الى هنالك
هي عبارة عن رقائق ثلاجة من الحلب. بالضبط، أصلاً كلمة فارسية يعني. وبالنسبة لل طبعا في مين عبارة عن يربط الكلاج بالأتراك، طبعا الأتراك بيقولوا إنه الكلاج أصل عنا. طبعا الأشكال ممكن تختلف، ممكن يقطعوا وتقطيع مثل المفروكة مثلا أو غيرها. هي عبارة عن رقائق من الطحين والزبدة، طبعا محشية، طبعا تتساوى على الصاج يعني، بحيث انه بس تتكون شلون لما نحط على تيفال يعني. نعم فقط. معناتها هون ابدا ما في شيء اسمه العلاقة بالتأمير يعني، هون ما لازم. لا لا لا، شيء بسيط جدا تماما. وبعدين بقى بتتنشف وبتنقع بالحليب وبتنلف على القشطة. طبعا أكلة كتير أكثر من رائعة، لذيذة جدا، باين ذهبة ومطلوبة جدا برمضان يعني، بنحط عليها قطر. قطر يمكن حسب الرغبة، كمان حسب خفيف الرغبة أو كتير. بس لازم يعني نحط عليها قطر يعني حسب الرغبة مثل ما تفضلتي يعني. نعم. المكونات هون ما شاء الله متعددة كتير صراحة أستاذ علاء. طبعا أنا شايفة كتير أنواع متعددة. هداك طبق أستاذ علاء، نمورة بالقشطة، بقلاوة بالقشطة. بقلاوة بالقشطة يعني هي مرتبطة بشكل كبير جدا بالحلويات السورية. السوريين بيطلبوها بشكل كبير، حتى على فكرة باقي الجنسيات. طبعا اسطنبول فيها ميكس يعني من الجنسيات، الجميع بصراحة أقبل إقبال كتير ملفت على حلوياتنا الحمد لله. النموره بالقشطة، الوربات بالفستق، غريبه بالقشطة المدلوقه، المفروكه الهريسه اللي هي معمول بالقشطة، البقلاوه بالفستق. طبعا يعني بنقدر نقول البقلاوه بالفستق هي ام النموره واصل النموره يعني، بنحكي بقلاوه فستق فهي اصاله اوائل الاصناف اللي ظهرت كحلويات بالفستق ونقائق. بالضبط تماما، البقلاوه بالفستق. نعم صراحة احنا استاذ علاء مستمتعين للغاية بهاي المعلومات والتفاصيل اللي عن جد احنا كنا بنجهلها وما بنعرف الفرق بين هالنوعيات المميزة بالاطباق الجميلة والرائعة من الحلويات اللي اصلا هي مثل ما قلت بيزيد الطلب عليها بشكل خاص برمضان. بدنا نشكرك استاذ علاء، شكرا جزيلا لك. ان شاء الله شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا احنا هيك خلصت فقرتنا وحلقتنا لليوم، ان شاء الله بنشوفكم بالحلقة الجاية، خليكم معنا.